بعد أن حقق المهم في مبارياته السابقة ضمن المجموعة الثانية لتصفيات المونديال. حل المنتخب السعودي متصدر المجموعة مناصفة مع اليابان ضيفا ثقيلا على نظيره الأسترالي في أديلايد، وكله أمل في تحقيق فوز يقربه أكثر من التأهل المباشر إلى نهائيات روسيا. لكن مهمة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك ولاعبيه كانت صعبة أمام منافس يبحث عن فوز يبقيه ضمن دائرة المنافسة على التأهل المباشر، وهو دافع ظهر جليا على بداية المواجهة التي حضرها أزيد من 50,000 متفرج، شكلوا ضغطا مضاعفا لكتيبة المدرب أونجي بوستيغوغلو على دفاع الأخضر الذي تسبب حارسه ياسر المسيليم في خطأ فادح مكن توني يوريتش من إحراز هدف السبق لأستراليا منذ الدقيقة السابعة. هدف مبكر كاد يربك حسابات الأخضر لولا خبرة لاعبيه ورباطة جأشهم والتي مكنتهم من معادلة النتيجة عند الدقيقة 23 بهدف وقعه المتألق سالم الدوسري. فرحة لاعبي الأخضر لم تكتمل باكتمال الشوط الأول حين نجح المتألق توني يوريتش في استعادة التقدم لأستراليا بهدفه الشخصي الثاني. الرد السعودي لم يتأخر كثيرا حين نجح مهاجم النصر محمد السهلاوي في إدراك التعادل مجددا للأخضر بهدف ثان انتهى على وقع الشوط الأول. بعد الاستراحة تراجع أداء السعودي في ظل اللياقة البدنية العالية للأستراليين الذين تحكموا في سير المباراة حتى تمكنوا من إضافة هدف ثالث عبر توم روغيتش عند الدقيقة 64، هدف مكن منتخب الكنغر من تحقيق فوز ثمين رفع رصيده إلى 16 نقطة مناصفة مع السعودية واليابان لتدخل أستراليا دائرة المنافسة مجددا على التأهل المباشر. يقول احنا لعبنا الشوط الاول كنا كويس، احنا دخلنا اليوم انه ما نقدم اقل خساره، ان شاء الله نحاول نقدم مباراه الامارات ومباراه اليابان نتيجه كويسه. اي اكيد احنا الحين تقريبا احنا ومنتخب استراليا نفس النقاط، المباريات الجايه ان شاء الله تكون من صالحنا وباذن الله نحاول نرجع لل ما خسرنا، يعني في عندنا بطاقه يعني موجود بطاقه تاهل من صالحنا ان شاء الله باذن الله. من جانبه عبر نجم المباراة تومي يوريتش عن سعادته بتسجيله هدفين من أهداف منتخب بلاده الثلاثة في المباراة ليساعده على تحقيق الفوز، مضيفا أن فريقه بحث عن تحقيق النتيجة المطلوبة وتم له ذلك. أظن أن النتيجة كانت مرضية بالنسبة لنا، كنا جاهزين الليلة رغم أن بدايتنا كانت بطيئة، لكننا تحكمنا في سير المباراة وكنا نبحث عن النتيجة المناسبة وفزنا في الأخير. رفض لاعبوه الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي ضرب لندن السبت الماضي، وأفاد متحدث باسم الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أنه تم الاتفاق مع الاتحادين السعودي والآسيوي على الوقوف دقيقة صمت حدادا على الضحايا ومنهم امرأتان أستراليتان، لكن الوفد السعودي أخبر الأستراليين لاحقا، يضيف المتحدث أن دقيقة الصمت لا تتوافق مع الثقافة السعودية.